السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم حاجة حلوة قوي 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 قوي، وهتعجبكم خالص، سهلة جدا. بس أنا بهديها لحبايبي اللي بحبهم جدا، حبايب الوطن العربي اللي معايا ومن كل بلاد الدول العربية، سواء مغرب، سواء أردن، سواء فلسطين، سواء أهل في العراق وفي الجزائر، وكل حبايبي أنا بهديهم حاجة حلوة. وحبايبي الحلوين بناتي، واللي بيقولولي يا خالتي، واللي بيقولولي يا أمي، أنا بحبكم كلكم في الله يا حبايبي، وبهديكم الحاجة الحلوة دي، وإن شاء الله إن شاء الله هتعجبكم. ندخل في المفيد ونقول بسم الله. انا معايا النهارده ايه يا جماعه؟ انا معايا النهارده كوبايه، انا هعير بس بالمعيار بتاعي. الكوبايه دي كوبايه الشاي، تمام؟ النص ده كاكاو، ماشي. ومعايا نفس الكوبايه دي نص كوبايه من الدقيق، ومعايا من نفس الكوبايه برضك نص كوبايه سكر. يعني المقادير بتاعتي كلهم نص 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 نص، نفس معيار كوباية الايه؟ كوباية الشاي. طب هتعملي ايه يا حسناء؟ هنضيف نص كوباية الدقيق مع بعضنا كده. طب ليه حطاهم كده؟ مش اكتر من ان انا بس ايه، حبيت اعرفكم ان انا عاملة الطريقة كده. وهنا برضو هنحط كوباية السكر، بس كلهم يا جماعة بالكوباية دي، والكوباية بتاعت الكاكاو. استهيألي والله ما في احسن من كده ولا اسهل من كده، تمام يا حبايب قلبي؟ ومعانا كيس فانيليا اهوت، هينزل بيه، انا ضيفته دلوقتي اهو، تمام. كيس صغير كده، نستبعده بقى الحاجات دي، ونستبعده كمان الكوباية بتاعتنا دي، ونقربه كده لحضراتكم. بس هناخد الكوباية بس اللي هنعاير بيها الشغل بتاعنا، كوباية الايه؟ المج بتاعنا العادية. هنقلبه تقليبة حلوة كده، هنقلبه كده تقليبة حلوة. قلبتهم تقليبة حلوة زي ما انتوا شايفين اهو. انا بقى ايه، عشان خاطر هعاير، هجيب بس حاجة واسعة شوية، لان الطبق بتاعي ده صغير اهو، الطبق بتاعي ده صغير شوية. شوفوا بقى هنعمل ايه. طبعا احنا قلنا هنقلبه تقليبة حلوة اهو. هنعمل ايه احنا بقى يا حبايب قلبي؟ نفس معيار الكوباية دي، معانا 3 كوبايات لبن بدرجة حرارة المطبخ. انا غالية طبعا وسبته لما برد خالص. بسم الله، ده 1 3 يا حبايب قلبي، ماشي. وايد التانية، وايد التالتة. عشان كده قلت لكم نعملها في حاجة واسعة الافضل يعني، تمام. استبعدوا بقى ايه حاجتنا كده. نعمل ايه بقى؟ نقلبه تقليبه حلوه قوي 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 قوي، علشان خاطر يتجانس مع بعض. نقلبه كده زي ما انتم شايفين تقليبه حلوه خالص، علشان خاطر يتجانس مع بعض. زي ما انتم شايفين قلبناه التقليبه الحلوه المناسبه دي. خلاص كده انت اتاكدتي ان حاجتك دابت، تمام. هتعملي ايه بقى يا حبيبه قلبي؟ تمام، هنجيب الحله بتاعتنا والمصفى اهي، علشان بس فيه تكتلات ممكن للدقيق ولا حاجه. بصوا اهوت، لا ربما يكون في تكتلات انا ما دوبتهاش، انا ما عملتهاش اهوت، تمام يا حبيبه قلبي اهوت، عشان اوريكم التكتلات يا جماعه اهي، تمام كده. انا اتاكد ان هو بقى كده تمام تمام. هنرفعه دلوقتي على ايه؟ على البوتاجاز مع بعضينا، شوفوا بقى هنعمل ايه. يلا بينا على البوتاجاز. هنروح عند البوتاجاز دلوقتي علشان خاطر الحله بتاعتنا نحطها على البوتاجاز. هتستعملي ايه حسناء؟ مكعب الشوكولاته سواء غامقه او بيضه، دي عندي يا جماعه متوفره، هي بتدي نفس طعمه ونكهه الشوكولاته، ما تقلقيش منها. عايزه تحطي الغامقه انا عندي، بس انا مش عايزه افتح العلبه الا لما اخلص اللي عندي اهي. وهنعوز معانا مكعب زبده، ماشي. طبعا الزبده مش هنستغنى عنها، لكن الشغلات الشوكولاته ممكن نستغنى عنها، بس هي بتعزز الطعم وبتخلي الطعم جميل وحلو.
يلا بينا بقى كده على البوتاجاز، عشان انا لو معرفتش اصور هناك هتبقوا عارفين انا بحط ايه، وهوريكم برضو. أنا يلا حبايبي حطيت الحله اهي على النار، تمام. ايدي ما تفرقش الحله خالص، ليه بقى؟ لان قوامه بيتقل. تاني مره وتالت مره اقول لك يا حبيبه قلبي هتحطي الحله، من ساعه ما تحطي الحله تحطيها على النار متوسطه، زائد ان ايدك ما تفرقش خالص الحله. هتقولي اسيبها؟ لا، لان فيها دقيق، الدقيق ممكن يلزق في الايه، في ارضيه الحله. انا هحطها كده زي ما انتم شايفين اهو، وبتنين اقلب تنين اقلب، باخد وقتي خالص لغايه ما تبدا تسخن معايا خالص. اول ما تسخن معايا، ودي ما تفرقهاش يا جماعه، ماشي. طبعا انا قلت لكم مش بعرف اتكلم على البوتاجاز، المكعب اللي احنا قلنا عليه الزبده والشوكولاته. اه بسم الله رب العالمين، ده مكعب الشوكولاته وده الزبده بتاعتي. بصوا بقى يا حبايبي يا حلوين، التقليب عشان ما تلزقش زي ما احنا قلنا، الشوكولاته بتعزز الطعم زي ما انا قلت قبل ايه، قبل كده. الزبده بتديها قوام، يعني لمعه كده حلوه، تمام. يعني مش هنستغني عن الزبده، بس صدقيني لو فكرت ان انت هتستغني على الشوكولاته هتلاقي الطعم مش هيبقى حلو. فانت خليكي في المضمون، واعملي زي ما انا قلت لك كده. طبعا انا هتنين اقلب لحد ما تغلي، استنيت بس لما الحله سخنت شويه وحطيت الزبده بتاعتي وحطيت الشوكولاته بتاعتي، هتعزز الطعم وهتدي له طعم حلو قوي جميل، تمام. انا هخلص دوبان خالص، واول ما تغلي هوريها لحضراتكم. وده يا حبايبي شوفوا بقى الحله دلوقتي خلاص اهي، وطبعا الشوكولاته بتاعتي دابت، الشوكولاته دابت والزبده طبعا ساحت اهي يا حبايبي، ماشي، تقيله خالص اهي، يعني بمعنى اصح كده ربطت، تمام. اول ما تغلي كده بالطريقه دي ما استناش على طول بقى، خلاص كده تمام التمام يا اختي يا قلبي، تقومي طافيه على طول. اوكي يا روحي، يلا بقى بينا عشان نحطها كده ان شاء الله، ونشوف هنعملها ازاي، ونبقى عملنا اول طبقه نقول احنا فردناها ازاي. يلا بينا. قبل ما نفرش الطبقه الاولانيه لازم نقول معانا ايه وهنعمل ايه. انا معايا ده الطبق بتاعي او القارب بتاعي، عايزه صينيه المونيا ماشي، عايزه اي حاجه اللي متوفره عندي. ومعايا باكو نسكويته طبعا مشتريات انا كنت جايباها. هعمل ايه اقول لكم، انا هاخد بالظبط من الكيس معلقه كبيره، لازم يا جماعه معلقه كبيره، وبالمصفى اللي انتوا شايفينها كده اهي المعلقه اهي، تمام. تعملي ايه يا حسناء؟ هقول لكم دلوقتي، لازم ترشي القارب بتاعك كده اهوت بالمصفى زي ما انتوا شايفيني عملت كده. خلاص يا قلبي، انتي بترشيه بتديله طبقة مش اكتر، النسكويت ده جميل حلو قوي. نبدأ بقى نجيبه ايه، الطبق بتاعنا اللي احنا الحلة بتاعتنا اللي احنا عملنا فيها الايه اول طبقة. انا كده رشيته اهو، انا مش بعمله بس بحاول ان انا اوزعه بس، تمام. هنجيب بقى الحله بتاعتنا دلوقتي اهي يا حبيبه قلبي اهي، بسم رب العالمين. قلبيها الاول، بصوا يا جماعه بصوا، شوكولاته شوكولاته يعني، هنقلبوها الاول علشان مش نضحكوا على بعض ونقول مش بنعمله حاجه اهي. طبعا هي تقلت الحمد لله، وقوامها مسك ولسه هتخش التلاجة بس بعد ما تبرد. يلا بقى نغرفها مع بعضينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول طبق اهي معايا، نبدا ايه نظبطوها بس كده. هتعملي ايه بقى يا حسناء؟ هقول لكم نعمله ايه دلوقتي. احنا دلوقتي عندك الاسترتش الغذائي، تمام، او عندك اي حاجة هتغطيها بيها وتدخليها التلاجة علشان مش تنشف ولا تشقق منك يا روحي. هنحطها في التلاجة ونغطيها كويس دلوقتي، وبعد ما نغطيها كويس جدا جدا هنحطها لغاية ما تمسك نفسها عشان نعمله الطبقة التانية. دي اول طبقة، تمام. يلا بينا بقى نحطها في التلاجة وغطيها الاول بالكيس الغذائي او الاسترتش بتاعك او اللي متوفر عندك ايه. يلا بينا بقى نحطها في التلاجة وارجع لكم تاني. نعمله الطبقة التانية مع بعضينا كده ان شاء الله. معانا دلوقتي كوباية كريم شانتيه اهي،
نفس معيار الكوبايه بتاعت الشاي، خدوا بالكم يعني دي كوبايه اهي تمام. ومعايا معلقتين اتنين سكر ناعم مش خشن، معايا معلقتين اتنين، ادي واحد ادي اتنين تمام. ايه تاني يا حسناء؟ ومعايا كوبايه لبن انا حطيته في الفريزر، ما يدوب تلك شويه بس، تلك شويه تمام. يلا كده ننزله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو لازم الكريم شانتيه بيكون اللبن مثلج زي ما احنا عارفين، انا عملته قبل كده معاكم لو تفتكروا في القناه تمام. تمام يا حسحس، تحياتي لكل الاردن يا جماعه، تحياتي لشخص عزيز بحترمه قوي قوي قوي، وبقول له كل سنه وانت طيب، والحمد لله ان الحظر فك عندكم، عقبالنا يا رب. وكل حبايبي في الوطن العربي، ياسين ورنيم وهاني محمد وجوهره وجوجو وحبيبه قلبي اللي مشرفاني راهف من العراق وقدس ويا رب ما اكونش نازل حاجه، ونوره حبيبه قلبي وسيلين، انا بعمل لكم الحاجه دي الحلوه دي ان شاء الله كده بمناسبه فك الحظر يا حبايب قلبي. بس اهم حاجه ما اكونش نسيت حد. انا دلوقتي هضربها في مضرب الكهرباء بس عشان الصوت العالي، ما ملكوش ازعاج، هضربها بس واجي لكم تمام. وكل حبايبي اللي في الوطن العربي بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه الحظر ده طبعا ده يوم عيد عندكم، ومش عايزه اكون يا جماعه نسيت حد خالص، لان انا فاكره حبايب قلبي غزلان اللي في المغرب، ببعت لك تحياتي يا قلبي ابو زعيطر الغالي، يعني ربنا يديكم الصحه ويخليكم ليا. بناتي وحبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين، انا هضربها بقى كده وارجع لكم يا حبايب قلبي. الطبقه الثانيه اهيت انا بهديكم يا حبايب قلبي، والله ربنا يوفقك يا ليس ان شاء الله، عبد اللي منورني من فلسطين حبيبه قلبي يا نوره، حبيبه قلبي حبيبه قلبي يا كوين، يا رب بس انا ما اكونش ناسي حد سامحوني ماشي يا رب كده. حبيبه قلبي يا لينا ربنا يخليك، يا ملوكه اللي نورتيني قريب، كل الناس اللي بتنزل في التعليقات دي يا جماعه انا بهديها والله الحاجه الحلوه دي، قسما بالله انا بهديها الحاجه الحلوه دي. حبايبي اللي مشرفيني ومنوريني، معلش ان انا طولت الفيديو. طبقه الكريمه انا عملتها اهيت، هنبقى نحط بقى الايه الكريمه بتاعتنا. هي ما خدتش مني حاجه بالظبط، خمس دقايق ما خدتهمش كتير، يعني كل اللي انا عملته ان انا ضربتها بس في المضرب زي ما انتم شايفينها كده، وبقت بالشكل اللي قدامكم كده. اهم حاجه بس تسلجي الايه اللبن. يلا بقى بينا نجهز الطبقه الثانيه، نفرد الطبقه الثانيه بتاعتنا ونشوفها مع بعضينا. دي الكريمه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفينها، وايه ده خرج ما خرجتها من الثلاجه اهي، طبعا مسكت نفسها الحمد لله تمام التمام. يعني نبدأ نغلفه مع بعضينا كده الايه الطبقه التانية. بسم رب العالمين، دي الطبقه التانيه اللي احنا مفروض بنتكلم عليها، عشان كده بنقول يا جماعه هي تتلج في الثلاجه خلاص اهي. ابدا بس افردها كده عشان ما اطولش عليكم لان طولت الفيديو قوي اهي، افردها كده وارجع لكم. انا فردت الطبقه الثانيه اهيت زي ما هي شايفينها كده اهي، ظبطتها بس كده، كل اللي انا عملتها ظبطتها كده تمام. يلا بقى بينا نعمل الطبقه الثالثه، هحطها برده في الثلاجه عشان نعمل الطبقه الثالثه تمام. حبيبي قلبي يا خالته، روح قلبي خالته كلها، ايمان، ايمان بنت سوريا، ايمان محمد منوراني ومشرفاني يا قلب، ان شاء الله الحلويات تعجبك يا روحي. هنيجي للطبقه الثالثه ان شاء الله، هنعملها ازاي؟ المفروض هي في الثلاجه دلوقتي بتسقع، معانا بالظبط نص كوبايه سكر بنفس المعيار بتاع الكوبايه، خدوا بالكم نص 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 تمام، نص كوبايه سكر، ومعايا نص كاكاو خام، ومعايا نص كوبايه لبن. انا هضيف دلوقتي نص كوبايه اللبن اهي تمام، ومعايا نص سكر اهوت، ومعايا اخر حاجه النص كوبايه كاكاو. طب ليه حطيتي كده؟ انا بدات باللبن علشان خاطر اللبن هو اللي هيعمل ايه معايا في الخلاط. الخطوه دي يا جماعه انا هعملها في الخلاط الطبيعي بتاعي، معلش بقى الخلاط بتاعي على قد ايه. ومعايا كمان نص كوبايه زيت. ليه بقى الزيت مش هتحطيه دلوقتي؟ هقول لكم الزيت مش هحطه دلوقتي ليه، لان الزيت هحطه بعد دقيقه ونص من الخلاط اهو،
نص زيت، تمام. يبقى انا حطيت نص 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 نص، حطيت نص كاكاو، نص لبن، نص سكر، نص زيت. انا هضرب في الخلاط، وبعد دقيقة ونص عشان ما اضحكش عليكم يعني عشان الصوت، بعد دقيقة ونص هنزل تدريجي تدريجي تدريجي، يعني خبطتين خبطتين كده لغاية ما اخلص الزيت بتاعي، بس بعد دقيقة ونص من الخلاط. هستأذنكم بس ان انا اضرب في الخلاط عشان الصوت العالي ما يعملكوش ازعاج، وهوريه لكم دلوقتي. ودي اسهل طبقة. حبايب قلبي اللي منوريني ومشرفيني ومكتريني، بقول لهم يا رب كده الحاجة دي تعجبكم. ويا جماعة اللي لسه ما نزلش يشترك في القناة، امد اللي فعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ولو عجبك يا قلبي اعملي لايك، ولو مش عجبك نورتيني وشرفتيني يا روحي. يلا اضربها في الخلاط وارجع لكم. الصينية بتاعتي اهي، والمكون بتاعي الطبقة التالتة اهي، لما انا ضربتها في الخلاط بصوا قوامها اهوت. يلا بقى بينا كده نعملها ان شاء الله بسم رب العالمين. نعملها كده الاول مع بعضينا كده ان شاء الله يا جماعة تعجبكم قوي. وبشكر كل حبايبي اللي منورين لي قناتي وقناة ابني هيمة، مش عايزة انسى حد ولا حد يزعل مني خالص. حبيبة قلبي يا ليندا، بهاء ليندا حبيبة قلبي، لندتي عاملة ايه يا لندتي؟ طبعا ما انساش بطوطي حبيبتي ولموسة معايا يا جماعة، بنات ولادي ولادي والله ولادي ولادي، يا ربي يخليكوا ليا حبيبتي. انتي الجزائر منوراني يا مريومتي. انا بس حابة اوريكوا كده اهي، هنبدأ بقى نسويها مع بعض اهيت يا حبايب قلبي. سيبها بقى في التلاجة عشان هي طبعا الطبقة بتاعتي المفروض تحت حلوة، بس دي تمسك شوية عشان اوريكم جمالها وشكلها ايه. ودول حبايبي كلهم الوطن العربي، يا رب كده تكون عجبتكم اهيت. احطها في التلاجة بس شوية ووريها جمالها وحلاوتها بعد كده. خلاص يلا بينا نحطها في التلاجة وارجع لكم تاني. وهذا شكلها يا حبايب قلبي بعد ما طلعت من التلاجة اهي، بصوا شوفوا بقى كده شكلها من بعد ما جمدت. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا يا حبايب قلبي الشوكولاته سايحه ونايحه خالص. وهديه حلوه للاحباب، واتمنى يا رب كده تعجبكم، وان شاء الله باذن رب العالمين ما اكونش نسيت حد، واللي ذكرت اسمهم دول يا حبايبي منوريني ومشرفيني في قناتي وقناه ابني، يا رب ما اكونش نسيت حد بس ما حدش يزعل مني. منورين ومكترين ومشرفين، وبتمنى من ربنا ان شاء الله اللي يعجبه الفيديو ويعجبه المحتوى بتاعي يعمل لايك ما ينسناش، وبعد ما يعمل لايك يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصله كل جديد، ونبقى احلى عزوة مع بعضينا ان شاء الله. وبألف هنا وشفا ليكم، ويا رب كده تعجبكم ان شاء الله.